كابتن ابراهيم، شفنا في ضغط كبير على فهد المولع على مستوى، على انه في المنتخب كويس وعلى الاتحاد سيء، بحكم انك انت لاعب جماهيري واكيد تعرضت لاشياء هذه كثير. هذه دائما اللاعب مستحيل اللاعب يكون مستمر على نفس المستوى 5 سنين 3 سنين 4 سنين، صعب. مشاكل اداريه، مشاكل ماليه، مشاكل في النهايه اللاعب ترى بني ادم هو يعني. نصيحتك لفهد. بالعكس فهد الحين هذا الحين فهد رجع قاعد يرجع تدريجيا، الحين اتمنى وقفة الجمهور معه سواء معه ولا مع جميع اللاعبين، انه ما عندكم انتم الان سواء الاهلي والاتحاد كلام للجميع، ترى انتم ما عندكم لعيبه سعوديين بدل اللعيبه اساسيين فلندي، ما عندكم احد، انتم الحين لازم تدوكم لعيبتكم الموجودين وتصبروا عليهم وتأزروهم. انا صدقني ما في لاعب يرضى بالخساره، ما في لاعب يرضى بزعل جمهوره، كل اللاعبين